بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم. النهارده في الجزء الاخير من حلقتنا ان شاء الله هيكون عندنا فقره خاصه عن كوبا امريكا، بطوله امريكا الجنوبيه للمنتخبات، بطوله امم امريكا الجنوبيه اللي هيشارك فيها البرازيل والارجنتين والاورجواي والباراجواي ومجموعه كبيره جدا من المنتخبات اللاتينيه او امريكا الجنوبيه بمشاركه فرقتين او منتخبين من الكونكاكاف من امريكا الشماليه، وهو فريق المكسيك. طبعا فريق المكسيك هيكون متواجد في البطوله، ثلاث مجموعات. هنقول لكم التفاصيل كلها بالنسبه لبطوله كوبا امريكا اللي هتبدا بكره ان شاء الله، ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين المميزين في انديه اوروبا كلها، يعني ليونيل ميسي في برشلونه، لعيبه البرازيل نيمار، ويعني كل اللعيبه لعيبه امريكا الجنوبيه المحترفين في اوروبا هتشارك بكره ان شاء الله او من بدايه من بكره في بطوله كوبا امريكا. النهارده عامل لكم حوالي ساعه ملف خاص عن بطولة كوبا أمريكا، جايب لكم تاريخ البطولات اللي فاتت، أكتر منتخب أو أكتر بلد فازت بكوبا أمريكا، المجموعات، وهنستعرض الثلاث مجموعات، كل مجموعة فيها أربع فرق. هنقول لكم الملاعب اللي هتتلعب عليها البطولة، ونسترجع الذكريات كده في بطولة كوبا أمريكا من سنة 91 لغاية 2011 آخر بطولة لعبت إن شاء الله. ده الكلام ده في الجزء الأخير النهاردة، آخر ساعة يعني من الساعة 10 كده لغاية الساعة 11 إن شاء الله نستمتع بكوبا أمريكا وكرة أمريكا الجنوبية. نبدأ بمنتخب مصر، ومنتخب مصر لسه بيستعد طبعا ومستمر في استعداداته لمباراة تنزانيا. النهاردة طبعا بنعزي باسم مرسي مهاجم منتخب مصر ومهاجم نادي الزمالك في وفاة والده، والده توفى فبنقدم له التعازي، وفي نفس الوقت طبعا باسم خرج من معسكر منتخب مصر عشان يحضر جنازة والده، اتفق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي هو هيرجع تاني إلى المعسكر بكرة إن شاء الله استعدادا لمباراة يوم الحد. فطبعا بنقدم التعازي لباسم مرسي مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، بنقول له البقاء لله، وإن شاء الله ربنا يدخل والده الجنة بإذن الله ويرحمه يا رب بإذن الله. يعني ما فيش جديد في المنتخب، مستر كوبر قافل على الفرقة في إسكندرية، بيتمرنوا طبعا استعدادا للمباراة اللي هتتلعب في استاد برج العرب يوم الحد الساعة 7 إن شاء الله بتوقيت القاهرة. وبرضه في يعني إصابة كده لأحمد المحمدي، زي ما قلنا هو من ساعة ما جه من هال سيتي عنده آلام في ظهره، في وجع كده في ظهره أو في جنبه، دي مخليه مش قادر يتمرن بشكل طبيعي مع المنتخب. ونفس القصة الدكتور طبيب المنتخب يعني بيقول إن هيبقى في صعوبة إن أحمد المحمدي يلحق أو يشارك في منتخب في مباراة منتخب تنزانيا القادمة. طبعا أحمد متواجد، ودي صورة ليه كان قاعد مع الجهاز الفني المنتخب مصر كابتن حسنين حمزة وأثناء مباراة ملاوي. لكن دكتور أسامة الشاعر بيقول إن هيبقى في صعوبة في مشاركة أحمد المحمدي في مباراة منتخب مصر القادمة أمام تنزانيا. يوم الجمعة إن شاء الله في مؤتمر صحفي مفتوح للإعلام مع المنتخب المصري في استاد برج العرب، في قاعة المؤتمرات في استاد برج العرب الساعة 4:30. ويعني كل الأخبار بالنسبة للمنتخب مفيش جديد، يعني زي ما قلت لكم امبارح وتوقعت معاكم تشكيل، هنفضل ماشيين شوية كده لغاية ما نشوف مستر كوبر هيلعب ازاي في مباراة تنزانيا. لكن كان واضح من مباراة ملاوي ان هو الراجل هيلعب ضاغط على فريق تنزانيا في المباراة القادمة، هيلعب باتنين مهاجمين في منطقة الجزاء، هيعتمد على محمد صلاح. طبعا محمد صلاح ما لعبش المباراة اللي فاتت، لكن هيعتمد على محمد صلاح تحت الفراودة، ويبقى في اتنين جوه الصندوق في المباراة القادمة. واحنا اتكلمنا قلنا باسم مرسي مع احمد حسن مكي او دودو الجباسي، اتنين منهم هيشاركوا في المباراة القادمة. عنده خط الظهر برضو في سعد سمير، في علي جبر مدافع نادي الزمالك، رجليهم في الملعب اكتر شويه من احمد حجازي اللي بيلعب في بيروجيا الايطالي درجه تانية، من رامي ربيعه اللي ما بيشاركش مع فريق سبورتنج لشبونه الفريق الاول، بيلعب مع السكند تيم او فريق الرديف، احمد فتحي ناحيه اليمين، محمد عبد الشافي، احمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، عنده ابراهيم صلاح والسوليه، ويعني لعيبه كتير جدا في نص الملعب، هاف ديفندر، عنده كمان محمد النني، صالح جمعه،
عنده تحت الفراوده، قلنا محمد صلاح، في كهربا، في رمضان صبحي، في اكتر من لعيب، في مصطفى فتحي لعيب مميز جدا، في محمود قعود لاعب رائع، لاعب نادي امبي، يعني كل الاسامي دي موجوده في منتخب مصر، ويعني الطريقه هي دي اللي هيلعب بيها مستر كوبر 4-4-2. طبعا احنا ما شفناش يعني مستر كوبر خالص بيلعب ماتشات رسميه، اول مباراه رسميه هتكون مباراه تنزانيا، لكن احنا بنتكلم من خلال قرايتنا لمباراه الملاوي اللي فات اللي فاز بيها منتخب مصر 2-1. يعني برضو في اطار المنتخبات، المنتخب الاولمبي وصل الى جنوب افريقيا، وكان فيه مشكله امبارح لما كابتن حسام البدري واللاعبين في الاتوبيس لقوا ان فندق الاقامه فندق سيء جدا 3 نجوم، فرفض كابتن حسام البدري ان هو لعيبه المنتخب الاولمبي تنزل في الفندق ده، وبالتالي استجاب اتحاد الكره الجنوب افريقي وغيروا لهم الفندق وادوهم فندق افضل شويه. وكمان اتفق كابتن حسام البدري ان هو هيلعب مباراه واحده فقط مع جنوب افريقيا، المفروض المباراه النهارده، ويرجعوا الى القاهره يوم السبت عشان لعيبه المنتخب الاولمبي تنضم لانديتها، تلحق تستريح، ان رحله السفر طويله، تعرفين جنوب افريقيا في اقصى قاره جنوب في اقصى جنوب قاره افريقيا، وبالتالي كمان مفيش طيران دايركت من جوهانسبرج الى القاهره، فهيروحوا برضو ترانزيت، مش عارف بقى هينزلوا في كينيا ولا في اثيوبيا وهم راجعين، فطيران طويل جدا، هيقعدوا حوالي 15-16 ساعه في رحله الطيران، فعشان كده لغوا المباراه الثانيه عشان لعيبه المنتخب الاولمبي اللي موجوده هناك في جنوب افريقيا تلحق ترجع تنضم لانديتها، الاهلي والزمالك والاسماعيلي ووادي دجله وكل الانديه، عشان استئناف الدوري الممتاز يوم الثلاث القادم ان شاء الله، اللي هو يوم 16/6 باذن الله هيكون في لقاءات، ويوم 17/6 الزمالك هيلعب مع دمنهور، والاهلي كمان هيلعب مع مصر قصه ان شاء الله. طيب ده بالنسبه لمنتخب مصر الاول ومنتخب مصر الاولمبي، واتفقوا خلاص كابتن ايمن حافظ مع كابتن حسام البدري هم هيلغوا المباراه الثانيه. اتحاد الكره بيحدد قائمه الموسم الجديد، 25 لعيب هيكون في يتايدوا في القائمه بتاعه الفرق او الانديه، وخمس لاعبين مواليد 95، خمس لاعبين مواليد 95. نروح لجنوب افريقيا ونروح للكابتن ايمن حافظ المدير الاداري لمنتخبنا الاولمبي، وناكد المعلومات اللي احنا كنا بنقولها من شويه، ونطمن على بعثه منتخب مصر الاولمبي في جنوب افريقيا. كابتن ايمن ازاي حضرتك؟ الله يسلمك، ازيك كابتن كريم؟ ازيك كابتن ايمن، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله رب العالمين، كله تمام والله الحمد لله. لغيتوا المباراه الثانيه يا كابتن ايمن؟ الحمد لله النهارده بعد يعني مباحثات كبيره جدا الكابتن حسام طبعا صمم ان احنا ما نلعبش، لان احنا امبارح كان يوم طويل 24 ساعه طيران وتعب جامد جدا لحد ما سكننا في الفندق الساعة 9، دخلنا الفندق بالظبط يعني على العشاء، وطبعا إرهاق كبير، فهو يعني يستحسن ان اللعيبة طبعا كمان بتلعب كل 3 ايام وجهاد جامد جدا، فاتفقنا ان احنا هنلعب مباراة واحدة يوم 12 الجمعة الساعة 7 وان شاء الله يعني بكرة المباراة مش النهاردة. لا المباراة كان المفروض بكرة 11، احنا هنلعب 12 ان شاء الله الجمعة، نلعب مباراة واحدة النهاردة الأربعاء صحيح. الماتش كان بكرة الخميس. المباراة هتبقى الجمعة 12، ونرجع ان شاء الله بنجهز الحجوزات بتاعتنا بنظبطها بحيث ان شاء الله نرجع نركب مصر طيران دايركت على طول للقاهرة ان شاء الله يوم 13 بالليل، نكون فجر 14 في القاهرة ان شاء الله. تمام، هناك من هناك لهنا في دايركت، لكن من مصر لهنا لجوهانسبرج ما فيش دايركت. لا ما في مصر، لان الوقت اللي احنا سافرنا فيه ما كانش فيه فيش دايركت، ما كانش الايام موجودة، ما كانش فيه مصر طيران، فاضطرينا عشان نلحق ان احنا ناخد طيران تاني ونعمل ترانزيت الفتره الطويله اللي حصلت دي، لكن من جوهانسبرج ان شاء الله في اليوم اللي احنا هنرجع فيه ده في دايركت على طول على الايجيبت اير. تمام، كنت برضه رحت فندق كده ما كانش عاجب الكابتن حسام البدري وغيرته. ما كانش كويس فندق طبعا، وهو اتكلم معاهم، احنا اتكلمنا معاهم ما ينفعش منتخب مصر ينزل في المستوى ده ابدا، واتكلمنا معاهم والناس الحمد لله استجابوا، واتنقلنا الفندق على مستوى عالي جدا في مكان كويس يعني، والحمد لله الامور ماشيه كويس. النهارده طبعا انضم لنا محمد هاني ومسعد عوض، وصلوا بالسلامه النهارده كانوا معانا في التمرين، وعندنا تمرين بكره ان شاء الله برضه الساعه 7، واجتماع فني الساعه 6:30 للمباراه. طبعا هي مباراه معموله من مباراه دوليه، فالناس مهتمين بيها بشكل كويس هنا ان شاء الله، وباذن الله نقدم مباراه نستفاد منها بشكل كويس، ونرجع يوم 13 باذن الله. سبب الغاء المباراه الثانيه عشان اللعيبه تلحق ترجع مع انديتها للدوري الممتاز يا كابتن ايمن، صح؟
والله ده دي نقطة مهمة جدا يا كابتن كريم، لأن أنت عارف برضه معظم اللعيبة اللي موجودين معانا كلهم أساسيين في الأندية بتاعتهم والوقت ضيق جدا جدا بشكل كبير، والفترة اللي فاتت برضه اللعيبة كلها اللي موجودة معانا بتلعب باستمرار كل ثلاث أيام، فالكابتن يعني لقى إن في هيبقى في إجهاد بشكل كبير، غير السفر سفرية طويلة جدا من جنوب أفريقيا والقاهرة طبعا مسافة كبيرة جدا، فيعني يعني لا الكابتن حسام ان الاحسن ان احنا نلعب المباراه واحده يوم 12 ونرجع 13 بحيث اللعيبه تبقى راجعه بشكل كويس، لعبه المباراه استفدنا منها وفي نفس الوقت يدخلوا على ماتشات الدوري يكون ما فيش مشاكل بالنسبه لهم ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن ايمن، وسلامي الكابتن حسام وكل اعضاء الجهاز الفني وبعثه منتخب مصر الاولمبي في جنوب افريقيا. بشكرك كابتن ايمن حافظ المدير الاداري، وكده خلاص يعني بناكد ان مباراه واحده فقط للمنتخب الاولمبي هتتلعب، يعني كان المفروض تتلعب بكره لكن هو يوم 11 ولكن تم تاجيلها لمده 24 ساعه، تتلعب يوم الجمعه والمنتخب يرجع يوم السبت بالليل ان شاء الله، واللعيبه تنضم لانديتها عشان ما يبقاش في حاله ارهاق للاعبين المنتخب الاولمبي، ان كل اللعيبه دي اساسيه فعلا في انديتها، واحنا داخلين في منطقه حساسه جدا او وقت حساس جدا في بطوله الدوري المصري، في انديه بتصارع الهبوط، في انديه بتنافس على البطوله زي الزمالك والاهلي وامبي، في انديه عايزه تروح للمربع الذهبي، مصر المقصه ومن تحتيه الاسماعيلي وادي دجله كمان فريق بتروجيت، كل الكلام، وفي فرقه عايزه تبعد من الهبوط، هتلاقي الجونه، هتلاقي المقاولين العرب، هنلاقي اتحاد الشرطه طبعا الداخليه في موقف صعب جدا، اتحاد السكندري، طلائع الجيش، كل الجدول، حلاوه الدوري السنه دي ان كل فريق ليه هدف، مفيش حد رمى الفوطه بدري، حتى الفرق اللي هي خلاص هبطت الى القسم الثاني سواء فريق دمنهور، فريق الاسيوطي سبورت، بيبصوا للسنه الجايه وبيشوفوا يسوقوا لاعيبتهم، عايزين يعملوا نتائج، وبنشوف بيعملوا ماتشات كويسه قدام الفرق، فكله ليه هدف في بطوله الدوري المصري ان شاء الله اللي هتستأنف يوم 16/6 باذن الله. طيب ده بالنسبه لمعسكر منتخب مصر الاول، وبالنسبه للمنتخب الاولمبي اللي هيلعب مباراه يوم الجمعه في جنوب افريقيا، مباراه وديه، والمباراه دي عايز اقول لكم بس اللي هي استعداد لمباراه اوغندا في شهر 7 في 18/7 القادم، ان منتخب مصر الاولمبي هيلعب مع اوغندا 18/7، دي بدايه او التصفيات التمهيديه ذهاب وعوده لاولمبياد ريو دي جينيرو. كابتن حسام البدري معاه مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، وفي عنده كمان لعيبه موجوده في منتخب مصر الاول، بس في اولويه لمنتخب مصر الاول، يعني في كهربا، في صالح جمعه، دول لعيبه اساسا منتخب اولمبي، ولكن في محمد حمدي زكي، بس كابتن حسام البدري سايبهم مع المنتخب الاول، ان الاولويه للمنتخب الاول عشان الماتش الرسمي، ماتش تنزانيا مباراه رسميه، لكن مباراه منتخب الاولمبي مع جنوب افريقيا مباراه وديه، فده سبب ان كابتن حسام البدري ساب اللاعبين للمنتخب مصر الاول. هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى نشوف اخبار الاهلي والزمالك النهارده ايه في كره كل يوم، وبقيه الانديه المصريه اللي بتستعد لاستئناف الدوري المصري ان شاء الله.